احشرهم على هذا الموقف. لما اقول المركب لجنة الشرطة او كبار اجوية قرية مقبلية، انا لقيت في شهامة، في رجولة، في طيبة، في كل حاجة في اهل المقبلية، انهم هم بيمثلوا اهل المقبلية، وبالتالي اهل القبليه هم نفس الطباع للجنه اللي لجنه المكتبي. قلت لهم اطلبوا اللي انتوا عايزينه. وعلى فكره قبيله بني هلال قالوا انه يطلبوه قريه القبليه على فكره، عشان ما تقولش بس ايه يعني ناس. لا انا فعلا قبيله بني هلال وانا بشكرهم قالوا دي غلطة، واحنا متحملين هذه الغلطة، واللي يطلبوهم اهل القبلية احنا تحت امرهم. انا بشكرهم برضه قبيلة بني هلال على هذا الموقف، وبشكر اهل القبلية على انهم تقبلوا هذا العذر وهذا الخطأ. وان شاء الله ربنا ما يجيب حاجة وحشة بعد كده في أسوان كلها. اسمح لي في البداية أن أحيي هذا الجمع الطيب وهذا المحفل الكبير الذي تباركه ملائكة السماء وتفرج وجودكم جميعا بما فيه خير مجتمعنا وسلامته وأمنه واستقراره. ومن هنا ترصنا على رعاية ومساندة البشرية ورسول الإنسانية سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. المنصة العظيمة، الحضور جميعا، إنها لحظات طيبة، لحظات حسن الحق تبارك وتعالى من كل حلب وصوت، من كل أنحاء جمهورية مصر العربية لتنفذوا أمر الحق تبارك وتعالى. وها نحن اجتمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة لكي يتم الصلح والتعالى.